حملت شعار محاربة الفساد، وبعدها حملت شعار آخر سمعنا يعني عند بن كيران عفى الله عما سلف. وهذه المفارقة العجيبة. الأستاذ عبد الله بن كيران برر ذلك بأنه وجد صعوبة كبيرة في محاربة الفساد. نحن نقول له وقد نصحناه قبل أن يتولى الرئاسة فعليا، وقلنا له إياك وأن تقبل بأنصاف الحلول، إما أن تحارب الفساد وتعلن عن ذلك صراحة وتفضح كل ما يعترض طريقك من أجل تطبيق برنامجك، لكنه لم يقم بأي شيء من هذا، فاختبأ، لأنه كما قلنا دائما دخل إلى غابة مليئة بالتماسيح والديناصورات والعفاريت، ولكنه لم يقو عليها. عليه أن يصارح الشعب، أن يقول له أنا عجزت عن محاربة الفساد، وحين ذاك سنصفق له، ولتصفق إذا ما قرر ذلك الأستاذ عبد الإله بن كيران. مؤكد.